صباح الخير مشاهدينا الكرام. اليوم بتكلم عن موضوع وايد شيق وحلو والناس كلها تعرفه بس بتعمق فيه بزيادة، اللي هو الألياف وفوائد الألياف، وترى فيها مضار بعد الألياف لازم تعرفونها. كل شيء زاد عن حده ينقلب ضده، هذا معروف، بس لازم ناكل الألياف بالطريقة السليمة. شنو هي الألياف؟ الألياف هي مواد تكون متواجدة في الخضار والفواكه، ومتواجدة بعد في الشعير والشوفان والهول جرينز، حبوب الكاملة، هذا كله يدخل معاي في الألياف. الألياف جسمك ترى ما يمتصه، يعني مو مثل البروتين والنشويات يعني الفيتامينات والمعادن والدهون، لما تاكلونه يدخل الجسم، يدخل عند الأمعاء ويدخل بالدم. ولكن الألياف مو كذي، الألياف أصلا يقعد في الأمعاء ما يدخل الجسم، وفائدته إنه هو يكون في الأمعاء. طبعا في انواع للالياف، في نوعين، الياف سوليبل فايبر وان سوليبل فايبر، اللي هو الالياف المذابه والغير مذابه، كل واحد لها فوائد ومضار. الالياف المذابه اللي هي اهم انواع الالياف، انا بالنسبه لي لازم ناخذ ما بين 5 الى 10 جرام من مجموع الالياف اللي احنا ناخذها تكون من الالياف المذابه. شنو هي؟ نلقاها بالخضار، الفواكه، الورقيات، الشوفان، في الالياف المذابه والغير مذابه، فوائد مفيده. هنا الشوفان داش معانا بالنقطتين، بالشوفان والشعير. فشنو فائده الالياف المذابه؟ 1، تنزل الكوليسترول، واحنا في فقرات اللي طافت تكلمنا شلون ان الالياف المذابه تنزلنا الكوليسترول بطريقه وايد حلوه، اللي هو ال دي ال، الكوليسترول الضار. 2، زين حق القولون، 30%، دراسات طلعت 30% اللي ياكلون الياف ما بين 5 الى 10% الياف في اليوم اللي هي الياف مذابه تقلل المشاكل في القولون. ينزل لي اليوريك اسيد اللي هو نوع من انواع الملح، ينظف القولون، يساعدني يساعد القلب والامعاء، شيء ما تتصورون. هذه الالياف المذابه. الالياف الغير مذابه هذا حق الناس اللي يعانون من تكرمون الامساك، اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، يا ان اللي عندكم الاسهال او الامساك، ياثر معي في الالياف الغير مذابه انه يخفف لي هالشيء هذا. النقطه المهمه، الالياف تعتبر غذاء للبكتيريا النافعه الموجوده عندنا في الامعاء. فحق الناس اللي مو متعودين ياكلون الياف مره واحده ويبلشون ياكلون الياف، لا ياكلون بكميه كبيره، لان راح يسبب لهم غازات، راح يسبب لهم انتفاخات، راح يسبب لهم مشاكل لانهم مو متعودين. حق الناس اللي مو متعودين يدرجون روحهم، مو فجأة كمية كبيرة من الألياف، لا، خذوها تدريجي، شوي شوي، 5 جرام باليوم، 7 جرام باليوم، ورفعوا، بس لا تيوم فجأة مرة واحدة بكمية وايد كبيرة، راح يكون مشاكل في القولون. وبعدين حق الناس اللي مو متعودين احتمال تصير تقرحات في القولون بسبب كثرة الألياف. النقطة المهمة بعد، الماي. حاولكم تشربون ماي، حطوا ببالكم ان الماي، ان الالياف مثل الليفه، شفتوا شلون لما تغسلون مواعينكم لازم تحطون ليفه مع صابون تغسلونها، حلو؟ الليفه تخيلوها الالياف. انزين انت لما تفركين يروح الاكل ولا التنظيف؟ لا، تحتاجين ماي عشان يحركه. فالضروري الماي اساسي اذا انت كثرتوا الياف عشان القولون وتستفيدون من الالياف بطريقه سليمه. ولكن اذا خبيتوها بكميه بدون شرب ماي ما استفدتوا شيء. فحطوا ببالكم ان ما تكثرون الدرجون، حطوا بالكم تنوعون ما بين الالياف، ما بين المذابه وغير المذابه، وشرب الماي والحركه، كلها هذه كلها اساسي معي مع الالياف عشان تستفيدون منها اكثر. لان اذا ما تحركتوا الامعاء عندنا تكون كسوله، فيترسب الالياف مده طويله، والبكتيريا النافعه تستمتع بالالياف. حق الناس اللي عندهم مشاكل في القولون، حطوا بالهم كثره الالياف مرات تضرهم ما تفيدهم، فحاولوا حق الناس اللي عندهم مشاكل بالقولون، اذا كان قولون عصبي او انواع مشاكل القولون، كان من كرونز، من سيلياك، من انواع الجلوتين فري اللي عندهم سنسيتيف، دائما يحسبون حسابهم ان هم ما يكثرون الالياف بطريقه كبيره. الحين ابي اشرح نقطه وايد مهمه، اللي هي الالياف وشلون نعرف ننقي الالياف الصح. دائما حاولوا تاخذون الالياف من الحبوب الكامله، اي شيء تقدرون هول جرينز او حبوب كامله، هذا دليل ان انت قاعد تاخذين الالياف بطريقه سليمه. لما نيجي حق الشوفان، لان الشوفان ترى مصدر عالي حق الالياف المذابه وغير مذابه، بس ترى الشوفان اللي ناخذه اللي اوريدي موجود بالشلف الموجود عندنا، اللي هو يكون رولد اوتس، انزين، اللي هو ياخذ 3 دقائق على ما يستوي، هذا فيه الياف، حرام وليته شينه، بس فيه 3 جرام الياف. احنا نبي الشوفان الاصلي اللي لما بقينا ياخذ منك 20 دقيقه 25 دقيقه عشان يستوي، هذا اللي يكون فيه نسبه الالياف ما بين 7 الى 10 جرام، وهذا يعتبر عالي، وهذا اللي احنا نفضله. بس مو معناته والله خبيت اللي الشوفان اللي بالشلف اللي موجود عندنا وانه خلاص ما استفدتي، لا استفدتي، 3 جرام احسن من ولا شيء. بالاضافه ودي اعطي هالتب الحلو، النصيحه حق الاطفال، عندنا احنا الكورفليكس،
شيء أساسي عندهم كريوق كعشاء أو كان كريوق. بس مشكلة الأطفال إنهم يحبون الأنواع اللي يكون فيها سكريات عالية وما يكون فيها ألياف. فش نسوي؟ نحاول كثر ما نقدر ندخل الألياف بالكورنفليكس. واحد، يا بذرة الكتان تثرينها شوية على الكورنفليكس، هو اللي يحب اللي فيه شكر. يا أنكم مثلا تخلطين نوعين، الكورنفليكس يكون عالي بالألياف والكورنفليكس اللي هو اللي فيه سكريات، تخلطينهم مع بعض عشان ياخذون نسبة ألياف. أو الشعير نفسه مثل ما قلت لكم أو الشوفان، تنثرين نثرة شوية بسيطة على الصحن، بهالطريقة خبيتي نسبة عالية حق الألياف. الألياف ترى مو بس موجودة بالشوفان والحبوب كاملة، موجودة في الخضار والفواكه، وهذه اللي تعتبرها من الألياف المذابة المفيدة. ليش الخضار، ليش الألياف مهمة ترى؟ ترى تشبع، فتساعدكم من عند حق الناس اللي يبون ينزلون وزنهم، يساعدهم انهم يشبعون، يحسون احساس بالشبع ويحسون انهم قاعدين يضعفون. بس كث الشيء زاد عن حده ينقلب ضده. شلون يعني؟ يعني ان انت تاكلي الياف كميه كبيره، المعده تتوسع، لما تتوسع عندنا قاعد تاخذين كميه كبيره، بهالطريقه هذه ما تشبعين بسرعه. فشو يصير معك؟ كثرتي، جيتي تاخذين وجودك الفري وانت قاعد تسوين رجيم، تاكلين كميه اكبر. فشلون؟ فيفضل انكم انتم توزعون الالياف اليوم كله، مو تحطوا لي سلطه كبيره بس الياف تكثرون منها، لانها حتوسع المعده ويانا. ان شاء الله استفدتم معي هالحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في فقرات القادمه.